اهلا وسهلا بكم مره اخرى في مطبخ الشيف مجيد. اليوم ما شاء الله غادي نوجد معكم واحد حلوه كثير سهله، مكونات جد منسجمه مع بعضها وغتعجبكم بمعنى الكلمه. ما عليكم الا تبقاو معنا وتشوفوا طريقه التحضير مع المقادير. وكي كنقول لكم ديما ما تدخلوش علينا بجيم بارتاج والاشتراك. اذا على بركه الله ندوزو ونشوفوا طريقه التحضير مع المقادير. مرحبا بكم مرة أخرى. هنا غادي نحتاجو نسلي كراميل اللي ديجا وجدت معكم بطبيعة الحال. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط باش توجدوه بطريقة آمنة، يعني توجدوه ما فيه لا مخاطر لا والو، وغادي يخرج معكم 100% صحيح. وبطبيعة الحال أنكم راه تقدروا تخلوه لمدة طويلة، يعني ما كيوقع ليه والو، بالأخص إلا ما حليتوش. فقط عقلوا على تاريخ الاستعمال ديالو، يعني الإكسبير ديت ديالو، ويبقى معكم ما غيوقع عليه والو. بطبيعة الحال هنايا غادي نحتاجو 500 غرام من نواة كوكو، هنايا كتشوفو، أو الجوز الهندي المبشور على شكل هكا كتشوفو. واحد الحلوة كتير سهلة لكن غتعجبكو وغتعجب ولادكم بطبيعة الحال. الطريقة فهي جد سهلة. غادي نجيو هاد الكراميل هذا غادي نضيفوه لهاد الكوك هذا، وغادي نحاولو أننا نعجنوه مزيان، يعني يتعجن حتى ينسجم هاد الكوك هذا مع هاد الكراميل، وكيعطي واحد الطعم اللي شهي بمعنى الكلمه. الحاجه اللي غننصحكم هنايا، الا كان هاد الكوك هذا يعني غليظ، ما كاين حتى مشكل انكم تضربوه في الماكينه، لان هاد الحلوه دي من الاحسن يكون هذا رقيق عكس اللي كان نفندو فيه حلوه الرشبون بطبيعه الحال. وغادي نحاول نخدم هاد المكونات استعمال اليد ديالي حتى ينسجموا مزيان، وغادي نرجع معكم هنا بعد ما جمعنا هاد المكونات. كتشوفوا غادي نحاولوا نجيو ونشكلوا فيهم كريات صغار على شكل هكا، تعطيكم كميه لا باس بها، يعني ما شاء الله وسهله هاد الحلوه. بطبيعه الحال نحاولوا نجمعها ما بين يدينا على شكل هكا، ونكوروا واحد الكويرات على الشكل. كتشوفوا ما يحاولوش يكونوا كبار باش حتى ملي نشكلوهم، يعني نضيفوا لهم الماده الثانيه، ما غاش تجينا الحلوه كبيره، يعني غتجينا لقمه صغيره على شكل هكا. غنحاولوا نكوروا فيهم جهد ديال هاد المكونات، ونقدروا حتى اننا نشكلوا يعني واحد حليبلات صغار، يعني دي باتوني صغار، يعني ما يكونوش كبار ثاني على شكل هكا. يعني فقط باش تغيروا الشكل نتاع الحلوه ديالكم ويكون عندكم اشكال مختلفه بطبيعه الحال هكا كتشوفوا. ونحاول نمشيو بواحد العبار باش غادي نمشيو بهم كاملين شكل هكا في هاد الورق كي قلت لكم، وغادي نكمل هاد الشكيلات هادو حتى نساليهم كاملين. اذا نتلاقى معكم بعد قليل. اذا هنا كتشوفوا الشكيلات اللي وجدنا. هنا غادي ندوزو لمرحله الشوكولا اللي هي جد مهمه، خصنا يعني نحترموا هاد الاشياء اللي غادي نشوفوا بعد قليل. بعد ما شكلنا الشكل ديال الحلوه ديالنا، غادي نجيو وغادي نوجدوا الشوكولا في البان ماري، لان غنخدموا في الشوكولا. هنا بزاف ديال الناس يقدروا كيكونوا عارفوا هذه القضيه، يقدروا يكونوا ما كيعرفوهاش. اغلبيه ملي كنديروا الحلوه ديالنا وكنحطوها انها تبرد في الثلاجه او لا باش نستعملوها، كتبقى نهار ثاني كيطلع معها واحد اللون كيبان بحال شهابه، يعني مشات لي هذاك اللون نتاع الشوكولا اللي كنعرفوا، سواء كان شوكولا داكن او شوكولا يعني غير داكن، داك اللون كيمشي. اشنو هو السبب؟ كاين جوج الحوايج مهم اللي همو الامر غادي يبقى معنا. هنا الحاجه الاولى ان الشوكولا فاش كنخدموها ديما كنشوفوا في لي فيديو اللي كيدوزوا في المحلات تاع الشوكولا، انهم كيشدوها وكيحطوها على واحد الرخامه وكيبقاو يخدموها. اشنو كيديروا ديك الحاله؟ ملي كتذوب لينا كيهبطوا ليها الحراره ديالها، كيحاولوا يهبطوا لها الحراره حتى كتوصل هذيك 26 درجه، عاد كيرجعوها انها طيب. علاش؟ حيت كتكون وصلت لواحد النيفو اللي قربت تحرق فيه. ملي كتحرق صافي كيهرب ليها اللون، كلشي كيبقاش حتى الطعم ديالها كاين. لذلك مجرد ما نذوبوا الشوكولا نحاولوا نجيب واحد الاناء اللي نحطوا فيه لا كلاص على شكل هكا، لان ما يمكنش لينا يكون عندنا رخامه في الدار وكلشي غيكون عنده، شيء مستحيل. هنا لذلك غادي نجيب واحد الاناء نحطوا فيه بعض حبات لا كلاص او الماء يكون مثلج، ونحاولوا نخدموا هاد الشوكولا بواحد السباتول هكا. على الاقل نبقاو نخدموا هاد الشوكولا تقريبا واحد 5 حتى 10 دقائق، علاش لا؟ فقط ما يكونش الماء يعني كيكون مس لينا هاد الشوكولا، وحتى فاش نكونوا كندوبوه ما يكونش الماء كيمس لينا الاناء اللي فيه الشوكولا. ثاني حاجه
نضيفوا ليه واحدة يعني حسب الكمية عندكم، مثلا عندكم واحدة 400 غرام نضيفوا ليه ملعقة من زيت المائدة في الوقت فاش يكون كيذوب. المهم هنا هذه هي الطريقة باش حاولوا تخدموا، يعني خصكم تطيحوا الحرارة ديال الشوكولا وميم طون كتخدموا بالسباتيل ديالكم. ملي كتخدموا بالسباتيل ديالكم غتبقاو تلاحظوا ان هذا الشوكولا هذا بدا كيجي واحد اللمعان، هذا اللمعان هذا هو اللي غادي نحتفظوا عليه في الوقت فاش غادي نحطوا الشوكولا هاد الحلوه ديالنا في الثلاجه ولا الكونجيلاتور، كيبقى ديما هذاك اللمعان. بسم الله غادي نبداو بتزيين هاد الحلوه. اول حاجه بطبيعه الحال كي شفنا الشوكولا اللي وجدنا مع بعض شفتوا اللون ما شاء الله كيبان دابا، يعني واحد اللون اللي كيلمع بمعنى الكلمه. هنا غادي نجيو بطبيعه الحال غادي نجدو واحد الورق مشمع فاش غادي نحاولوا اننا نزينوا نديروا هاد الحلوه هذه بطبيعه الحال نديروها في الشوكولا، وغادي نستعنوا بواحد الفرشيط وملعقه كذلك على شكل هكا. نحاولوا نحطوا وحده بوحده نخدموا، نحاولوا ندورها ما امكن في هاد الشوكولا، نحاولوا نهزوها على شكل ونخلوها تسكتر 100% كتشوفوا، يعني نحسوا بان كلشي الشوكولا باش نقتصدوا شويه ما تضيعناش الشوكولا ديالنا. وغادي نجيو وغادي نحطوها على الورق مشمع، وضروري اننا نحطوها على الورق مشمع لان الا ما حطيناش على الورق مشمع الوقت فاش غادي نبغوا نحيتوها غادي نلقاو معها بطبيعه الحال مشكله. هنا الطريقه اللي درت غادي نبقى خدام بها حتى ندوز كل هاد لي بول تاع الشوكولا، نرجع معكم بعد قليل. بسم الله. هنا بالنسبه للشكل الثاني انا غادي نجي غادي نضيف هنايا تقريبا ملعقتين من الكاوكاو اللي ديجا حمر في الفران ورمشتو على شكل هكا، غنضيف تقريبا جوج ديال الملعقات في الكميه المتبقيه من الشوكولا وغادي نختمها. من بعد غادي نبدا نضيف هاد الشوكولا اللي عندنا هنايا باش يعطينا بحال شكل التزيين ديالو بحال شكل ديال فيريرو، كيجي يعني محبب من فوق كيجي واحد الشكل اللي كثير كثير رائع. هنا غنضيف واحد شويه مازال باش يعطينا الشكل، فقط ما تكثروش. يبقى لكمش هاد الشوكولا بطبيعه الحال يعني ملعقتين كبار كافيين على شكل هكا كتشوفوا، وغادي نجي نستعمل واحد الفرشيط اللي خدمت بها قبل نضيفوا هاد الشكل هكا كتشوفوا. نحاولوا نخدموها مزيان انها تغطى مزيان، نحاولوا نهزوها بواحد الفرشيط على شكل هكا نحيدوا يعني الفائض نتاع الشوكولا بهذه الطريقة ونحطوها كيعطي هي الشكل ديالها رائع بمعنى الكلمة كتشوفوا. هكا غادي نبقى. بالنسبة للكرات اللي ديجا وجد عندكم يا إما أنه فاش مباشرة فاش تخرجوهم من الشوكولا أنكم تضيفوا عليهم هاد الكاوكاو من الفوق، أو لا أنكم تزينوهم بالقليل من الشوكولا الأبيض بطبيعة الحال اللي ذوبنا في حمام مريم. إذا غادي نبقى على هذا الشكل هكا وغادي نشوفوا بعد قليل الشكل النهائي إن شاء الله. بعد جميع المراحل اللي شفنا مع بعضنا صبحت الحلوه ديالنا جاهزه كي كتشوفوا، الشكل ديالها رائع، مكونات بساط ومنسجمين في الطعم ديالهم. ما عليكم الا تتبعوا الطريقه كما مشيتوا معايا وغتحصلوا عليها بطبيعه الحال، وغتشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيكون كتشوفوا، يعني الشكل ديالها الشوكولا من برا والكوك الكراميل من الداخل وكتكون رطبه بمعنى الكلمه كتشوفوا، والطعم ديالها ما شاء الله راه شهي بمعنى الكلمه، لانكم كتعرفوا الشوكولا والكراميل راه واحد المكونات اللي كتجي مع بعضها بزاف بزاف، وبطبيعه الحال الكوك كنا كنبغيو بطبيعه الحال. اذا ما علينا نقول لكم الى ما تنساوناش من جيم بارطاج والاشتراك، ونتلاقاو في وصفه جديده في مطبخ شاب مجيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.